بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى عبارات جديدة لا شك أنها ستكون مفيدة. أول هذه العبارات بونجور à tous et merci d'être venu à la réunion de ce matin. يوم سعيد للكل et merci d'être venu. وشكرا كون جئتم. المقصود كونكم جئتم. À la réunion إلى الاجتماع de ce matin إلى اجتماع هذا الصباح. بونجور à tous. طبعا الحال عندنا هذه كلمة توس أننا تنسمعوا في الأخر ديالها أس. طبعا الحال ملي تنعنيوا بهاد كلمة توس يعني نحن جميعا أنتم جميعا أو هم جميعا. حالا تنقولوا حنا كلنا كلكم كلهم. ملي تيكون عند هذا المعنى تنسمعوا هاد أس. أما ملي تتكون عندنا هاد كلمة تو من بعد منها كلمة ما تتسمعش هاد أس. ملي تنقولوا مثلا تو لي زونفون. تو لي زونفون يعني كل الأطفال. إذا بطبيعة الحال تو ما غاتسمعش هاد الإس ديالها. أما إلا قلنا مثلا فوزيت توس يعني أنتم كلكم. نقول مثلا فوزيت توس لا. فوزيت توس لا أنتم كلكم هنا. إذا بطبيعة الحال في هاد الحالة ننطق هاد الإس. إذا بطبيعة الحال سنرى بعض الأمثلة لهاد كلمات تو اللي ما تتسمعش فيها إس وحالات أخرى. إذا بونجور à tous et merci d'être venu à la réunion de ce matin. Bonjour à tous et merci d'être venu à la réunion de ce matin. يوم سعيد للكل وشكرا كونكم جئتم à la réunion. إلى الاجتماع بطبيعة الحال تنتكلموا على la réunion يعني الاجتماع تجي من فعل réunir وبالأحرى تجي من فعل se réunir. réunir بطبيعة الحال هي أنك تجمع شي حاجة أو تجمع أشخاص. مثلا نقول il réunit des représentants des organisations. Il réunit يعني هو يجمع. طبعا الحال عندنا le verbe réunir. Il réunit des représentants des organisations. هو يجمع ممثلي المنظمات. إذا هنا استعملنا le verbe réunir. ممكن أننا نستعمل في هذه الحالة أيضا le verbe se réunir يعني أننا نقول les représentants des organisations se réunissent يعني أن ممثلي المنظمات يجتمعون. يعني هنا تنتكلم على أنهم هم يجتمعون أنفسهم ولا نتكلم عن شخص آخر هو الذي يجمعهم. طبعا الحال عندما نتكلم على الفيرب غينير تنتكلم عليه ملي تيكون شخص أنه تيجمع أشياء أخرى أو يجمع آخرين. أما se réunir يعني اجتماع يعني الأشخاص تيتجمعوا رؤوسهم يعني أن الفعل صادر منهم هم اللي تيقوموا بفعل الجمع. ماذا يجمعون؟ يجمعون أنفسهم. إذن الأفعال بصفة عامة اللي تتكون قدامها سه أنها تتعني بأن الفعل صادر من الشخص وإليه أو صادر من مجموعة وإليها. مثلا اللي تنتكلموا على الفيرب باتخ. باتخ يعني صراع. إذن باتخ كيلكا يعني أنك تصرع شخصا. أما سوباتخ أما سوباتخ يعني تصارع. مثلا نقول إل سوبات يعني أنهم هم يتصارعون يعني كل شخص يصرع الآخر يعني أن الصراع متبادل. أما باتخ كيلكا يعني أن الفعل يصدر من شخص واحد وفي اتجاه معين. إذا نتكلم عن لوفا باتخ. إذا هنا نتكلم عن لا غيونيون يعني الاجتماع. كما قلنا أن عندها علاقة ب لوفا غيونير يعني جماعة وعندها علاقة ب الوفاب سوغينير يعني اجتماع. نمر إلى العبارة التالية نو توس كرويون أون لافونير. إذا كما نرى هنا أننا نسمع هاد أس نو توس نحن جميعا أو نحن كلنا. نو توس كرويون سي لو فيرب كخواغ هذا فعل اعتقد أو ظن أو حتى آمن. أون لافونير يعني في المستقبل. لافونير هو المستقبل. إذا نو توس croyons en l'avenir يعني نحن كلنا نعتقد في المستقبل يعني أننا نؤمن بمستقبل ظاهر وجميل. إذا nous tous croyons en l'avenir نحن كلنا نعتقد في المستقبل. أو كما في العبارة التالية en fait يعني في الواقع. en fait طبعا الحال كما تنشوفوا عندو علاقة بفعل فاغ يعني فاعل أو عاملة. en fait كما لو نقول في الفعل أو بمعنى آخر الواقع. طبعا الواقع هو تيمثل واحد النوع من الفعل اللي فعلا كاين. إذا أون في نو سوم توس توشي يعني في الواقع
أو في الفعل نصمتوس نحن كلنا توشي، يعني أننا مسيسنا، كلنا أصابتنا أزمة، كلنا مسيسنا بأزمة مثلا أو بمرض أو بأي شيء من الأشياء. إذن أوفي نصمتوس توشي، إذن في الواقع أو بالفعل أو في الفعل نحن كلنا مسيسنا. طبعا حتى تتكلم على الفيرب توشي، توشي يعني مسا أو لمسا. أيضا je vois que vous êtes tous ici. Je vois أنا أرى. طبعا حتى نتكلم على الفيرب voir يعني فعل رأى. Je vois أنا أرى. Que vous êtes tous ici. بأنكم كلكم هنا. يعني أنا تنشوف بأنكم كلكم حاضرين بمعنى آخر. يعني كلكم هنا. أيضا مي رميرسيمو. مي رميرسيمو يعني تشكراتي كما تنشوفوا. عد علاقة بميرسي أو رميرسيي. رميرسيي كيلكي يعني أنك تشكره. هنا نتكلم على المصدر. مي رميرسيمو يعني تشكراتي. ريسبي واحترام. المقصود مي رميرسيمو إي مو ريسبي واحترامي. أفوتوس لكم جميعا، لكم كلكم بمعنى آخر. إذا بطبيعة الحال هنا هاد إيس غنسمعوا بطبيعة الحال في هاد الحالة. أيضا جو فوغي إين بخيار بور فوتوس. جو فوغي أنا سأفعل. هنا عندنا لافار فار كاين في الفيتيغ سامبل يعني أنه مصرف في المستقبل. جو فوغي يعني أنا سأفعل. إين بخيار سأفعل صلاة بور فوتوس. بور فوتوس يعني لكم جميعا بمعنى آخر أنني سأصلي لكم جميعا، وبمعنى آخر بأنني سأدعو لكم جميعا. طبعا الحال الفيرب بخيي هي صلى وتيجي بمعنى دعا. طبعا الحال الصلاة في اللغة العربية أيضا هو الدعاء. نقول مثلا جو فو بخي دو نو با انسيستي، يعني أنا أرجوك بألا تلح. أرجوك بألا تلح يعني ما تبقاش تلح في واحد الموضوع. إذا جو فو بخي دو نو با انسيستي، أنا أرجوك بألا تلح في أمر ما مثلا. بما معناه في الدارجة عندنا يعني تنترجاك باش ما تبقاش تحكر في هذا الامر. اذا جو فو بخي دو نو با انسيستي. ايضا ايلي طون يعني هو وقت. ايلي طون يعني كما نقول بانه وقت. طبعا حلو الطون هو الوقت. ايلي طون انه وقت يعني ان هذا الوقت ديال شي حاجه. ايلي طون كو فو توس ابروني اكوزيني، يعني انه وقت بان تتعلموا كلكم الطبخ. بمعنى اخر هذا هو الوقت باش كلكم تعلموا الطبخ. تنعرفوا بان لا كويزين هو المطبخ. اذا عندنا لو فيرب كويزيني يعني انك تطبخ. ايلي طون كو فو توس ابروني اكوزيني. اذا طبعا الحال هاد توس كما راينا الان انها تتسمع فيها اس في الاخر ديالها. كاين حالات اخرى طبعا الحال كما قلنا فيما سبق ملي تيجي موراها اسم ما تتسمعش هاد اس. مثلا نقول تي فوني ترافاي تولي جور، انت او انت كنت او كنتي تاتينا دائما او تاتي دائما للعمل. انت كنت تجي تخدم ديما. اذا تي فوني ترافاي تولي جور، انت كنت تاتي للعمل كل الايام. اذا عندنا تولي جور. اذا بطبيعه الحال ما غنقولوش توس لي جور. اذا تي فوني ترافاي تولي جور. ايضا ايل فورونجي تولي جوي تو لي زونفون فون تاريفي. ايل فورونجي يجب جمع. بطبيعه الحال رونجي يعني انك تجمع او ترتب مثلا ملابس كما عندنا هنا. سنجمع ماذا ونرتب ماذا؟ لي جوي يعني الالعاب. il faut ranger tous les jouets، يجب جمع وترتيب كل الالعاب. جمع لعبه. tous les enfants vont arriver، كل الاطفال سيصلون. كل الاطفال سيصلون يعني خاصنا نجمعوا اللعاب والالعاب. الاطفال غادي يوصلوا كلهم. il faut ranger tous les jouets. طبعا الحال عندنا il faut هذا الفا فالوار توجب. il faut يعني انه يجب. ranger tous les jouets جمع كل لعاب. tous les enfants vont arriver يعني هذا هو السبب علاش خاصنا نجمعوا هاد الالعاب لان الاطفال كلهم سيصلون. tous les enfants vont arriver. ايضا c'est aussi la norme que tous les autres pays utilisent. انه ايضا القانون او بمعنى اخر المعيار. لا نورم المقصود به هو المعيار. تنعرفوا بان المعيار هو نوع من المقاس او نوع من القانون يعني يدرج عليه الناس. اذا c'est aussi la norme que tous les autres pays utilisent. إنه أيضا المعيار كو تو لي زوطخ بيي الذي كل البلدان الأخرى إتيليز تستعمل. إذا إنه المعيار بمعنى آخر الذي تستعمله كل البلدان الأخرى. سو سي لا نورم كو تو لي زوطخ بيي إتيليز. طبعا الحال كما شفنا الآن بأن هاد كلمات تو
يعني أنها تنطق توس وتسمع فيها اس، ملي تتكون المعنى ديالها كلنا كلكم كلهم. ولكن كاين الحالات الأخرى ملي تجي مع كلمة جمع أنها تتاخذ اس، تجي مع كلمة جمع وتتكون هذه الكلمة مذكرة. إذا مثلا كلمة جوع نقول لجوع، إذا هذه الكلمة هي كلمة مذكرة. هنا مثلا عندنا كلمة جوع بالإضافة أنها كلمة مذكرة فهي جمع، نقول تولي جوع. أن كلمة تو اللي تجي مع كلمة مذكرة جمع طبعاً الحال تنزيد لها اس وما تنطقوش، مثلا كما رأينا تولي جوي أو بيان تولي زونفون. إذا هذه الكلمة بطبيعة الحال تتاخذ اس لأن أمامها كلمة مذكرة وجمع. طبعا الحال هناك حالات أخرى أن كلمة تو ممكن أن تأخذ طي في مكان اس، ملي تتكون أمام كلمة مذكرة ومفردة. طبعا الحال في الجمع هاد طي تتولى اس. إذا نقول مثلا il passe tout son temps tout seul، هو يمضي كل وقته وحيدا، كما لو نقول جد وحيد. هاد تو الأولى اللي عندها الطي بطبيعة الحال في الآخر ديالها تتختلف من حيث المعنى أيضا على هاد تو الثانية اللي عندها الطي في الآخر. تو الأولى المقصود بها كل، il passe tout son temps يعني أنه هو يمضي كل وقته، تمضي الوقت ديالو كله بدون استثناء. إذا تنتكلم على كلمة كل، إذا il passe tout son temps يعني أنه هو يمضي كل وقته. تو سول يعني هنا ماشي كل وحيد، ولكن المقصود هنا جد وحيد. إذا ممكن أن كلمة تو بهاد الكتابة ممكن أن تعني كل كما في المثال الأول في الأول ديال الجملة، وممكن أن تعني جد طبعا الحال كما عدنا هنا تو سول. إذا هاد كلمة تو كما قلنا بأن تجي عموما أمام كلمة مذكرة مفردة. طبعا الحال ممكن أنها تو تقلب إلى توت في حالة ملي تجي أمام كلمة مفردة مؤنثة. إذا نقول مثلا توت لا ديفيرونس، كل الاختلاف. لا ديفيرونس يعني الاختلاف. طبعا الحال هي كلمة مؤنثة في اللغة الفرنسية، إذا سولا في توت لا ديفيرونس يعني أن هذا يجعل كل الاختلاف. توت لا ديفيرونس يعني كل الاختلاف بدون استثناء. كيلكان سور كي، كيلكان سور كي كونتي اون توت اوكازيون. سولا في توت لا ديفيرونس، كيلكان سور كي كونتي اون توت اوكازيون. طبعا الحال عندنا توت اوكازيون. طبعا الحال كلمة اوكازيون هي كلمة مؤنثة هنا مفردة، إذا طبعا الحال هاد توت ستأخذ هاد أ. المعنى ديال العبارة سولا في توت لا ديفيرونس يعني أن هذا يفعل كل الاختلاف، المقصود أن هذا في عمله أو في استعماله يعني أنه يخلق الاختلاف. بمعنى آخر ممكن أنك تتكلم عن شخصين عندما تأتي به لعمل شيء مثلا للقيام بأمر ما، يظهر لك بأنه يختلف في عمله كثيرا عن الآخرين. إذا نقول عنه ماذا؟ صلا في توت لا ديفيرونس يعني أن هذا يفعل كل الاختلاف. وممكن أنك تأتي بأداة للعمل بها فتلاحظ بأن هذه الأداة من صنع ما مثلا أنها تحدث اختلافا في عملها مثلا في مردوديتها مقارنة بالأدوات الأخرى. إذا نقول عنها ماذا؟ cela fait toute la différence يعني أن هذا يفعل كل الاختلاف. quelqu'un sur qui، إذا هنا نتكلم عن شخص وليس عن أداة. إذا quelqu'un شخص sur qui الذي عليه، quelqu'un sur qui يعني شخص الذي عليه كونتي. لو فيرب كونتي هي عدة، ومنها كلمة لا كونتابيليتي يعني المحاسبة، يعني أنك تتحسب شي حاجة، يعني أنك تعد شيئا. هذا هو لو فيرب كونتي. كيلكان سو كي كونتي يعني شخص الذي عليه تعد، بمعنى آخر أنك عليه تتعول. بمعنى آخر كما تنقولوا احنا بالدارجة يعني أنك عليه تتعول. كيلكان سو كي كونتي شخص عليه تعد، ولكن المقصود هنا أنك تضعه في الحسبان. كيلكان سو كي كونتي، ولكن المقصود أنك عليه تعتمد أو تضعه في الحسبان. اون توت اوكازيون في كل مناسبة، يعني في كل مناسبة تحتاجه ممكن أنك تعده مباشرة بأنك ستعتمد عليه بدون شك، على عكس آخرين ممكن أنك تضعهم في الحسبان ولكن ممكن ألا تعتمد عليهم في الأخير. إذن سولا في توت لا ديفيرونس يعني أن هذا يفعل كل الاختلاف. كيلكان سو كي كونتي اون توت اوكازيون، كيلكان سو كي كونتي اون توت اوكازيون. طبعا الحال كلمة توت أنها عندها في الأخر أه
علاش لحقاش جات امام كلمه مفرده مؤنثه؟ في حاله الى جات هاد توت امام كلمه مؤنثه ولكن جمع، طبعاً الحال سنضيف لها اس كما في الجمله التاليه: لي ريغل انترناسيونال نو سابليك با توت اون توت سيركونستانس. لي ريغل انترناسيونال، القوانين العالميه، لي ريغل طبعاً الحال لا ريغل كما نعرف هي المسطره وتتعني ايضا القانون. اذا لي ريغل انترناسيونال، لي ريغل انترناسيونال يعني القوانين العالميه، نو سابليك با يعني انها لا تطبق. سيرا على نفس المعنى كما راينا مع فعل اغيونير اسو اغيونير، عندنا الفيرب سابليكي. لي ريغل انترناسيونال نو سابليك با توت اون توت سيركونستانس. اذا لي ريغل انترناسيونال، القوانين العالميه، نو سابليك با توت يعني انها لا تطبق كلها، اون توت سيركونستانس يعني في كل الظروف. لي سيركونستانس هي الظروف. اذا كانت هذه القوانين كلها لا تطبق كلها في كل الحالات، اذا ما معنى هذا؟ معناه ان هناك بعض القوانين التي لا تطبق في بعض الظروف. لي ريغل انترناسيونال نو سابليك با توت اون توت سيركونستانس. طبعا الحال عندنا توت تتاخذ او اس على فا، علاش؟ لاننا نتكلم اولا على لي ريغل، تنعرفوا بان لا ريغل هي كلمه مؤنثه، اذا عندنا لي ريغل هي كلمه مؤنثه جمع. إذن لي ريغل انترناسيونال مالها؟ نو سابليك با توت يعني أنها لا تطبق كلها، اون توت سيركونستانس في كل الظروف. لي ريغل انترناسيونال نو سابليك با توت اون توت سيركونستانس. إذن نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.